إلى موضوع آخر في هذه الفترة أو في هذا الجزء من هذه الفترة الإخبارية إلى أخبار الوطن. قال اليوم وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد قال بأن مستشفى مصطفى باشا الجامعي لم يعد صالحا في الواقع لممارسة النشاط الطبي في المستشفى. قديم يقول الوزير يعود إلى القرن الثامن عشر تقريبا، والحل الوحيد هو هدمه وإعادة بنائه من جديد. تأتي تصريحات الوزير لتعيد إلى الأذهان الحالة التي هي في بعض الأحيان كارثية للعديد من المستشفيات عبر الوطن، وسط مطالب ونداءات متكررة ليس فقط من قبل المواطنين بل وحتى من قبل ممارسي قطاع الصحة من أجل إصلاح المستشفيات في البلاد، سواء من حيث البنى التحتية أو حتى من حيث الوسائل والإمكانيات اللازمة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث. مساء الخير دكتور، أهلا بك. مساء النور، شكرا على الاستضافة. شكرا لانضمامك لنا. وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد يقول بأنه المستشفى الجامعي مصطفى باشا لم يعد في الحقيقة صالحا من أجل ممارسة الطب، ممارسة النشاط الطبي، وأنه يجب هدمه وإعادة بنائه من جديد. قبل أن نمر إلى نقاط أخرى، ما تعليقك أستاذ مصطفى خياط؟ ما رأيك؟ والله أنا هذه الفكرة كنت قدمتها في بداية التسعينات، وقلت أنه مستشفى مصطفى موجودة في الكتاب تاع أخرج في 89. فصحيح أنه في وسط البلاد، في وسط المدينة، ضجة كبيرة، كاين آلاف تاع الناس يدخلوا في الصباح ويخرقوا مشاكل داخل المستشفى، وثم هو مصمم على الطراز تاع القرن التاسع عشر مع مصالح متفرقة ومتشعبة ومبعثرة. فاليوم الطب عنده يعني ناموس جديد، وبالتالي لازم يخضع إلى معايير جديدة. هو البناء لازم يكون عمودي مع وجود كل المصالح وما تداخل هذه المصالح، مش كما راه اليوم نشوفوه في مستشفى مصطفى ولا بعض المستشفيات الأخرى كما مستشفى وهران القديم. هو نفس الطراز تاع القرن التاسع عشر، وبالتالي أظن أن الوزير صائب في هذا الأمر. أخذنا ربما تأخر كبير في هذا الباب. أنا أظن أنه هذا المستشفى ممكن أن يباع، يعني للناس ربما يديروه مركز تجاري ولا شيء ولا عدة مراكز تجارية، وبالدراهم التي تجنى من خلال هذه الصفقة بإمكاننا أن نبني مستشفيات مختصة في وسط المدينة، نترك إلا مصلحة للاستعجالات. طيب هذه العملية أو مثلها، خاصة وأنه تحدث بأنه في مستشفيات أخرى ربما تشهد الحالة نفسها، كم من الممكن أن يأخذ من الوقت حتى نحقق ذلك أستاذ مصطفى خياطي؟ لا، هو اليوم احنا نشوف انه البنايات ممكن ان تكون يعني بسرعه فائقه. شفنا صحيح انه كثير من الجزائريين لما يشوفوا شيء هذا ربما عندهم معيار هو الملعب تاع دويره ولا تاع براقي اللي خذا وقت كبير ولا تاع تيزيوز، ولكن هذا مش يعني مراجع. المراجع هو لما تكون عندك الإرادة وتكون القرار موجود والدراهم موجودين، ممكن في سنة سنة ونص المستشفى يكون جاهز، يعني ما في أي مشكل. ولكن هنا لازم يدخل في إطار تاع سياسة صحية واضحة. طيب ما الذي تقصده بسياسة
صحية واضحة أستاذ مصطفى خياطي، ما الذي يستلزمه حتى فعلا نتحصل أو نبني مستشفيات تليق بالمستوى المطلوب بتطلعات المواطن وحتى المصالح الطبية، الطاقم الأطقم الطبية المختلفة وممارسي المهنة؟ تفضل. لا، هو لما نتكلم على سياسة واضحة، هو أولا مشكل الصحة لحد الآن، وكان الرئيس تكلم في هذا الموضوع يعني عدة مرات. نعم. لازم تكون عندنا سياسة صحية واضحة. اليوم ما عندناش هذه السياسة الصحية الواضحة. ربما راكي تبعتي أول أمس وزير الصحة تكلم على خريطة الصحية، لأن الخرائط الصحية التي أنجزت في السابق لم تطبق ولم تتبع، ولهذا اليوم رانا في حل آخر. لازم تكون أهداف ما نريد من صحتنا، فلما تكون الأهداف واضحة والسياسة واضحة نديروا استراتيجية يعني هذه الاستراتيجية تدير تواريخ ونقط مهمة للوصول إليها. مثلا نقول أننا لازم نأخذ بعين الاعتبار ولا نتكفل بكل الناس اللي عندهم قصر كلوي وندير لهم يعني زرع كلى. هذا بعد لازم يكون مخطط تاع 5 سنوات ولا 10 سنوات، نقول باللي راح نبلغ هذا كما هو جاري في كل الدول، ما ماشي غير دي ديكلاراسيون يعني هكذا تصريحات هكذا عشوائيه، قال خلاص درنا هذه ودرنا هذه، ولكن بدون وجود يعني خريطه الطريق. لازم تكون خريطه الطريق مع اهداف مع تواريخ للوصول الى هذه الاهداف، وبالتالي هذا الامر سيصحح سواء للمواطن او الى الناس اللي راهم منتخبين ان يتابعوا. لما يفوت يمر الوقت قال يا اخي راك وعدت باش توصل الى النتيجه الفلانيه في الوقت الفلاني، اليوم وصلنا الوقت الفلاني ما شفنا اي شيء، اذا لازم تكون فيه متابعه. هذه هي. نعم. طيب كيف تقيم بصفة عامة الوضعية الحالية للمستشفيات عبر الوطن أستاذ مصطفى خياطي؟ والله الوضعية هي بالحقيقة تم تقييمها من طرف السلطات ومن طرف المواطنين، والناس كلها تشكي ربما لوجود يعني خدمات صحية مش في المستوى، مع أن لازم نعترف بهذا أن الدولة قدمت جهود كبيرة. ميزانية وزارة الصحة ضربت بأربع يعني ارتفعت 4 مرات خلال 20 سنة الأخيرة، ولكن من ناحية النتائج نشوف أن النتائج هزيلة، معناتها أنه كاين فيه مشكل. المشكل أنا أحصره في أمرين اثنين ربما مع بعض الأمور الثانوية. الأمر الأول هو التنظيم، وثانيا هو التسيير. هذا الأمران مفقودان الآن، لازم نعيد هيكلة المنظومة الصحية ونخلي طاقمات تاع التسيير تكون في المستوى. المستشفى اللي فيه ربما خيرة أبناء الجزائر بحيث وصلوا إلى مستوى رتبة بروفيسور يعني بعد 35 سنة بعد البكالوريا، تلقاه مسير من طرف إنسان ما عندوش البكالوريا ولا مرات عنده يعني ليسانس يعني مستوى هزيل، ولهذا هذه هي المشكلة. ثم لازم تكون مشاركة فعلية نتاع الأطباء. اليوم كل المجالس الموجودة في المستشفيات عندها مشاركة استشارية برك، ومدير المستشفى عنده كل الصلاحيات باش ياخذ القرار الذي يريد. اذا كاين فيه اشكاليات يعني في مستوى الصحه لازم تؤخذ بعين الاعتبار اذا اردنا ان ربما تكون عندنا صحه في مستوى. نعم. اليوم مدير مستشفى مصطفى باشا قال كذلك بأنه سيتم إلحاق إمكانيات جديدة متطورة بالمستشفى خلال الساعات القادمة. ألا تعتقد أستاذ مصطفى خياطي بأنه ليس فقط البنى التحتية من يجب إعادة النظر فيها، وإنما حتى الأجهزة المستخدمة على مستوى مختلف المصالح الاستشفائية في الوطن؟ كثير من المواطنين أحيانا يتجهون نحو المستشفيات من أجل تلقي العلاج، ليجدوا هذا الجهاز أو ذاك يعني لا يعمل بشكل جيد أو لا يعمل نهائيا أحيانا.
وهذا يعني نعاود نرجع للنقطة، هو تاع التسيير وتاع التنظيم. تصريحات كما هذه في الحقيقة هذه التصريحات ربما تفتح عند المواطن آمال، فلما يتقدم بعد أسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع من بعد تتعطل ربما هذا الجهاز الجديد الذي يؤتى به، والأمور ترجع إلى المربع الأول. فهذه هي المشاكل اليوم المطروحة. التصريحات هذه ما عندها حتى معنى، لأنه أي جهاز لازم يدخل في إطار منظومة صحية معروفة، وفي إطار ربما أهداف تسطر في كل يعني نظام صحي. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، إذن إلى هنا نصل إلى ختام هذا الجزء من فترة كل الأخبار لنهار اليوم. بعد قليل يلقاكم الزميل عز الدين بوهرو في الأخبار الرياضية، ثم يلقاكم الزميل أيضا مروان مبارك في الأخبار المحلية. ألقاكم إن شاء الله في مواعيد أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.